فضيلة الشيخ، الجبيرة إذا وضعت على غير طهارة الجبيرة إذا وضعت على غير طهارة فكيف يكون حال الوضوء؟ الصحيح أنه ما يشترط الطهارة للبس الجبيرة، فلو لبسها وهو على غير طهارة فإنه يمسح عليها، ولا يشترط المسح على الخفين والمسح على العمامة، والذي يشترط له أن يلبسها على طهارة، أما الجبيرة فلا يشترط على الصحيح. نعم.